عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكل جديد، ولا نوفيكم بأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في السوق السوداء اليوم الاثنين 1 يوليو 2024. نبدأ: دولار أمريكي 47.5 شراء، 48.5 بيع. اليورو 50.92 من 100 جنيه شراء، 51.99 من 100 جنيه البيع. الليرة التركية 1.45 من 100 جنيه شراء، 1.49 من 100 جنيه البيع. الريال السعودي 12.69 من 100 جنيه شراء، 12.96 من 100 جنيه البيع. الدينار الأردني 67.14 من 100 جنيه شراء، 68.55 من 100 جنيه البيع. درهم إماراتي 12.93 من 100 جنيه شراء، 13.20 من 100 جنيه للبيع. الجنيه الإسترليني 60.6 من 100 جنيه للشراء، 61.32 من جنيه للبيع. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الاثنين 1 يوليو 2024. لا تنسوا اشتراك القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله.